مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، أرحب بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج والله أعلم. في حلقات سابقة تحدثنا مع فضيلة الإمام حول الأسرة وكافة القضايا الاجتماعية والدينية والتربوية المتعلقة بالأسرة وتخريج أبناء من هذه الأسر يكونوا صالحين وقادرين على خدمة مجتمعهم وعلى خدمة دينهم. الآن نتحول إلى شق آخر في الأسرة وحال من أحوال الأسر أو بعض الأسر للأسف، وهو مسألة التقصير في تربية الأبناء نتيجة لظروف كثيرة، وبالتالي طرد الأبناء من المنازل ويضيق المنزل على الأبناء ويصبح هؤلاء الأطفال في الشوارع ويتحولوا إلى أطفال ورجال وبنات الشارع. في حلقة هذا المساء من البرنامج سوف نتحدث مع فضيلة الإمام حول هذا الأمر الخطير. سؤالنا لحضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك: كيف يمكن مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع ومن المسؤول عنها؟ في البداية أرحب بفضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم مولانا، أهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بفضلتكم. فضلت إمام، يعني أتوجه إلى فضلتك بذات السؤال: من المسؤول عن هذه الظاهرة من أطفال، أو ليست ظاهرة هي مشكلة، من أطفال الشوارع؟ تقديرات كثيرة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يقول بأن هناك ما يقرب من 2,000,000 طفل وفتاة شارع في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يؤسفني أن أقول إن كلنا مسؤولين. أنا استمعت وأنا قد حضرت الرئيس عبد الناصر رحمه الله تعالى وهو يدعو الناس إلى ضبط النسل، وكانت هناك مناقشات فلسفية، هل نقول تحديد النسل أو نقول تنظيم الأسرة أو نقول ضبط وهكذا. نعم. وأنا أتذكر سيدنا الشيخ أحمد الشرباصي رحمه الله تعالى وهو يخرج، مش عايز أقول بح صوته، مع أحمد فراج في نور على نور، والكلام ده بنتكلم في 50 سنة فاتت، بس سمعتها أذني ووعاها عقلي ونفسي، وهم يدعون الناس إلى ضبط النسل وتنظيم الأسرة وعدم الاستجابة إلى شهوة الانفجار السكاني. عبد الناصر عندما قامت الثورة كان في حاجة اسمها رقم التعادل، ورقم التعادل ده يعرفه الاقتصاديون أنه الرقم الذي فيه أعلى أداء في أي حاجة، في مؤسسة، في شركة، في بلد، في وزارة، في أي حاجة، بحيث أنه إذا زاد عن هذا الحد يبدأ يتكأكل الأداء. احنا ما لم نكن عندما قامت ثورة يوليو كنا حوالي 17 مليون، ما كناش وصلنا الى حد التعادل، عايزين نبقى 20 مليون بعد سنتين او ثلاثة، والكلام ده كله مسجل في الخطابات التي كان يلقيها الرؤساء في هيئة الاستعلامات المصرية، وهي مطبوعة بين ايدي الناس، يعني ما هياش اوهام ولا كلام كده حكاوي الاهاوي. فكان عبد الناصر بيدعو إلى زيادة النسل في البداية، في البداية عشان نوصل لمرحلة التعادل، علشان نوصل للتعادل زي أوروبا ما هي عايزة دلوقتي في بعض الدول، واليابان في ورطة شديدة. فالقضية اليابان عندها رقم التعادل 110، هم دلوقتي 129، بيدعو الناس إلى ألا ينخفض، لكن الناس مش مطوعة وبينخفضوا، هيبقوا في سنة 2050 90، فيعمل فجوة 20 مليون. اليابان محتاجاهم، وإلا تتدهور حالتها الاقتصادية، المصانع ما يبقاش فيها عمال فيها والأسواق. فشوف إزاي بيرتبوا دلوقتي يجيبوا 20 مليون منين، أدام الشعب ابن اللذينة ده اللي هو الياباني يعني مش راضي يطاوع. كذلك في أوروبا بيقولوا لهم على فكرة في خطر اسمه الخطر الإسلامي جاي لكم. ليه؟ لأنه المسلمين بيتكاثروا وأخواننا اللي مش مسلمين مش بيتكاثروا، فبالشكل ده هيبقى المسلمون لهم قوة انتخابية،
الحقوا الحقوا. طبعا غير المسلمين والمتعصبين ضد الإسلام يقولوا كده. فأنا عايز أقول لحضرتك إن دي حالة. عبد الناصر هو بيقول بقى حددوا الناس اللي احنا وصلنا للتعادل يا جماعة وخلاص بقى نمشي نمونا الطبيعي. ما استجبناش. لما جه حسني مبارك يستلم البلاد كنا 40 مليون من 20 ل 40 يعني الضعف. سمعت بأذني دي خطاب لحسني مبارك وهو بيترجى الناس انه كده لا في زيادة في التعليم هتكفي ولا في الصحة هتكفي ولا في الهياكل الأساسية هتكفي وهنفضل ننفخ في قربة مقطوعة ومش هنتقدم للأمام. وقد كان زاد إنتاج القمح إلى الضعف فزادت الفجوة إلى الضعف. يعني إيه؟ إحنا عايزين 60 مليون طن، عايزين 100 مليون بننتج 60، يبقى الفجوة 40. صحيح. 60 قدرنا نخليهم 120 بس الفجوة بقت 80. مهما هننتج لأنه الأربعين بقوا 80. صحيح. 40 مليون شخص بقوا 80 مليون شخص فعايزين الضعف. أنا أنتجت فعلا، أنا زدت فعلا، ولكن هذا كده. أطفال الشارع أحد ظواهر زيادة السكان اللي بح صوتنا وصوت سيدنا الشيخ أحمد الشرباسي من 50 سنة مع أحمد فراج في إنه يا جماعة مش كده، مش هتعرفوا توصلوا لحاجة أبدا. ومن هنا ظهرت ظاهرة العشوائيات العجيبة الغريبة دي. احنا عندنا دلوقتي خريطة اسمها خريطة العشوائيات، بلوى اطفال الشوارع بلوى تانية. ولما تيجي تقول لي 2 مليون فانت دلوقتي بتخلي الناس تضطرب. وما و و و و و و طبعا 2 مليون ده صدق ويمكن اقل من الصدق، لكن الناس هتعمل ايه بقى في البلوى دي كلها؟ واخد بالك؟ فاذا من السبب؟ احنا المجتمع ككل. احنا لم يستجيب لدعوات تنظيم. ما انا مش عايز اقول المجتمع يبقى احنا مش من المجتمع. انا عايز اقول كلنا. نعم. كلنا. اللي ما طوعش وخلف 11 ده، واللي ما طوعش وخلف 6 و7، واللي ما طوعش وخلف هم بكتير واتنين. خاصة لو كانت الامكانيات امكانيات عائل الاسرة لا تسمح. يعني هو اقصى قدر. دي مصيبة سودة بقى. عائلين بيجي 6 فاربعة يبقوا في الشارع على الاقل. يعني اللي يعني من البلاء كثرة العيال مع قلة المال. صحيح. ده كلام قديم منسوب الى السلف الصالح. من البلاء كثرة العيال مع قلة المال. مش لاقي يصرف. فهنا هيحصل هذه الظواهر وهيحصل ان احنا بنضيع انفسنا بانفسنا. نعم. فضيلة الامام، البعض ممكن يقول طيب طول عمرنا في المجتمع المصري مش مجتمع غني، كلنا ناس، معظم الناس على قد حالها، ولكن زمان كان الاب وعنده عيال كتير ودخله ضعيف كان بيحضن على اولاده، بيربي اولاده وعلى القيم والاخلاق، وما كانش بيسمح بمسألة التصرف بره البيت وعلى الامور دي. ايه اللي حصل؟ هل الامور الاقتصادية تقريبا زي ما هي مع فرق الاسعار وفرق الدخول، ولكن هل في مشكلة اخلاقية، في مشكلة دينية عند الناس دلوقتي كان لها تأثير يمكن أكبر من التأثير الاقتصادي والمادي؟ أبدا ما حصلش. اللي حصل إن إحنا اللي بيحكوا عليه ده واللي كون نفسية المصريين كان قبل نقطة التعادل. والتسرب وأطفال الشوارع بعد نقطة التعادل. بمعنى لما محمد علي جه ويبني الدولة الحديثة عمل الإحصائيات وعمل المركز القومي للإحصاء ده هو يعني بس بطريقته. لأن 2.5 مليون فال2.5 مليون دول كان فيه فرص عمل. كان فيه أراضي تسمح للفلاحة، كان فيه مصانع تسمح للاستيعاب، كان فيه مدارس قدرت تستوعب الجميع، كان فيه أنا كنت عايز استورد بشر. فإذا ال11 عيل وال12 عيل هيلاقوا لهم وظائف وقد كان، وهيلاقوا لهم فرص عمل وقد كان. لكن لما وصلنا الى مرحلة التعادل وزدنا ابتدى المنحنى ينقص كده. صحيح. مش هيكون وهيفضل ينقص لغاية ما يوصل الى الصفر. يطلع بره لانه انا هعمل لك ايه. صحيح.
وصلنا الآن إلى الأب الأب بالذات يعني اللي مش عارف أسماء أبنائه بل واللي مش عارف أبنائه أصلا. فالولد قدامه ومش عارف ده ابنه ولا مش ابنه. لا إله إلا الله. طب وده جاي منين؟ لأنه ساكن في أوضة ملهاش حمام، الحمام مشترك مع الأوض التانية في نفس الدور أو في نفس الشقة. طيب أوضة فيها 6 أفراد، أم وأب وأربع أبناء، تجيب لهم 5 إزاي؟ طب تجيب لهم رقم 11 قم يقعد فين؟ طب إيه هي العلاقة الحميمية اللي بين الرجل والمرأة وأين الأطفال دول؟ إذن إحنا بندمر أنفسنا، إحنا لا طول لنا. طول يعني إيه؟ القدرة على النفقة. لا. وده شرط من شروط الزواج. من استطاع منكم الباءة اللي هو الطول اللي هو المصاريف فليتزوج، وما لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى إذن الطول اللي هو النفقة اللي هو القرش اللي هو القدرة على النفقة أنا واجب عليا، وإلا ما اتجوز طيب أروح أصوم. طيب جميل. لكن الأب النتيجة لتعثر الأمور المادية معاه ومش قادر يصرف على أولاده، في شفنا واحد شنق نفسه في العاشر من رمضان من 2 أسبوع، وفي واحد يقول لا أنا مش هشنق نفسي وأخسر الدنيا والآخرة، هقول لهم والله يلا على الشارع، اللي يقدر يعمل حاجة يعملها. حكم هذا الأب إيه اللي يترك أولاده في الشارع أو يطرد أولاده؟ هيتحاسب يوم القيامة على هذا البلاء اللي تسبب فيه والخلفة اللي من غير ضبط ولا ربط ولا تنظيم، وهيتحاسب عليه. هيتحاسب عليه لأنه هو المسؤول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأعظم الكبائر أن تضيع من تعول. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده، أن تضيع من تعول. إذا ضيعت من تعول يقول سيدنا الرسول كفى بالمرء إثما. كفى بالمرء إثما يعني إيه؟ يعني إثم كفاية عليه، يعني عظيم من العظائم، كبير من الكبائر أن تضيع من تقوت. من تقوت يعني اللي تديله القوت، يعني من تعول، يعني من يكون في مسؤوليتك. فلما بيقول لهم اصرحوا زي القطط والكلاب كده برة، أيوة يتحاسب وعليه إثم وإثم كبير بلغ إلى النهاية. إنما مين اللي هيسمع؟ على فكرة اللي بيسمعونا دلوقتي مش هم الناس اللي بيخلفوا، هي دي المشكلة، واخد بالك؟ فإحنا قاعدين نقول حاجات والناس بتسمعنا دلوقتي بالملايين أو بالكذا، والملايين دي عيني محددين الناس ومنظمينه ومربطينه وضبطينه وكل حاجة، وبيعلموا أولادهم في أمانة الله وفي مستواك. اما صاحبنا التاني ده يمكن ده ما عندوش تلفزيون اصلا، جيش تاني بقى شغال، جيش تاني شغال لوحده. الواد مسكين اطفال الشوارع ده اللي هروح اقول له خلي عندك اخلاق ولا خلي اوعى تغتصب حد اوعى تسرق حد. 56% من هؤلاء الاطفال الجريمه بتاعتهم السرقه، 18% الاغتصاب والعدوان وكذا الى اخره، 5% العنف. العنف ده معناته ايه؟ يعني يضربك بآلة حادة كده ويجري. عنف ضد المجتمع وخلاص. طب بتضربه ليه؟ وانت ده تعرفه؟ قال شكله مش عاجبني. شفناه فضلة الإمام، أنا آسف، في حرق المجمع العلمي مثلا، وفي أحداث ما بعد ثورة يناير، الواد بيتنطط زي الفولة في النار كده. بالظبط. عنده نقمة على 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 المجتمع. هو مش عارف هو بيحرق إيه. ما يعرفش. هو شايف ولعة قدام. فإذا إحنا عملية خطيرة جدا بتخلي بعض الناس تفكر تفكيرات منحرفة، واخد بالك ازاي؟ او تتكلم كلام بتحذر. كان في عندنا راجل استاذ في 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 كلية العلوم الله يرحمه، كان اسمه عبد الجليل راضي، علي عبد الجليل راضي. وعلي عبد الجليل راضي عمل رواية اسمها القاهرة 2000، الكلام ده في الثمانينات أو في أواخر السبعينيات. تصور فيها أن حركة المرور وقفت، وأن في واحد محتاج للإسعاف فما وصلوش الإسعاف، محتاج إلى حريق فما وصلتش الحريق، اتحرقت البلد.
وبيحذر ان احنا مش عايزين نوصل لكده. هو مش بيدعو الى ان احنا نوصل لكده، هو بيحذر. بيقرا المستقبل، سيناريوهات المستقبل. بيقرا المستقبل هتعملوا ايه. في ساعات الامور بتبقى مؤلمه للغايه طب. وده بيبين خطور. اخونا الدكتور يمكن نصر عبد الله من ايام نشر في جريده من الجرائد ان التجربه البرازيليه في القضاء على الشباب على بس ده كان فيها وحشيه ودمويه يعني. جدا. لكن هو بيحذر اخونا دكتور نصار مش بيدعو لان احنا نقتل اطفال الشوارع حاشاه، قد يكون قدامنا شيء مرعب زي بيحذر بيقول لكم يا جماعه افيقوا وبسرعه وبقوه لحسن هنوصل لكده وتبقى مشكله ملهاش حل. فتخيل بقى انه القضايا التبست الى هذا الحد وكله ده من زيادة السكان. طيب اساسا فضلتك بعد الفاصل هنعرف رأي الشارع ورأي الدين في هؤلاء بقى الاولاد. اللي كانوا زمان اطفال شوارع من 10 سنين او 20 سنة دلوقتي بقوا رجال شوارع واباء وامهات شوارع كمان. هنعرف فضلتك هل هم مجرمين زي للأسف ما بيتم النظر اليهم واحنا راكبين عربياتنا وماشيين في الشارع وزي ما بيتم التعامل معهم من بعض الجهات الامنية، ولا هم مجني عليهم؟ بعد الفاصل ابقى بخير. أطفال في ظروف الشارع، في ثقافة الشارع، في مشاكل الشارع، في علاقات الشارع سواء كانت علاقات إيجابية أو علاقات سلبية، سواء كان استثمار للطفل دوت أو استغلال ليه. الطفل مش بينزل من تلقاء نفسه، ده هو اتحط في الظروف دي، هو أصبح يعني ضحية لده، فهو مضطر ينزل علشان يقدر يشبع احتياجه الأساسي. أعلى العوامل اللي ممكن تسبب مشكلة أطفال الشارع وبدأت دلوقتي تظهر بشكل كبير جدا هي الفقر، لأن الأسرة هي مش قادرة تعول الطفل، مش قادرة إن هي تلبي احتياجاته الأساسية. العامل الثاني هي التفكك، فيبدأ ينتج عن التفكك دوت إن الولد بينزل الشارع غير مطمئن لوجود بيئة، مش في بيئة طبيعية، خلاص البيئة اتفككت، فهو بدور على بيئة بديلة بتكون هي هو الشارع. العامل الثالث بعد تفكك العنف الأسري، يمكن دي تعتبر يعني أكتر العوامل اللي ممكن تخلي الطفل يسيب البيت وينزل الشارع. أكتر المخاطر اللي بدأت تظهر في الفترة الأخيرة هي الاستغلال، سواء كان الاستغلال دوت استغلال سياسي أو استغلال جنسي أو استغلال طبي. يمكن الأولاد في الفترة الأخيرة كلنا سمعنا إن هم اللي بيحرقوا، هم اللي بيدمروا، هم لأن هو أصلا الولد بطبيعته نشيط جدا 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 وبيعتسم بالحركة السريعة جدا، فأي حد ممكن أقول يعمل حاجة يعملها. أنا بشتغل مع طفل لفترة زمنية ما، وأنا عايز يعني أستمر في مرحلة التأهيل للطفل. يبدأ الأسرة تيجي تقول أنا عايز أو تعرف وجود مكان الولد، طبعا إحنا بنعمل بننزل ليها وبنخبرها المكان الولد فيه الموجود معانا وشغالين عليه، فطبعا في أسر تتفهم الموضوع وأسر لا تتفهم ده على الإطلاق، لأن هي عايزاه أصلا يشتغل في الشارع عشان يجيب لها فلوس. فبتيجي هنا ما عنديش قانون يحميني أصلا، هو لو جه وقال أنا عايز الولد اللي هو ابني اللي هو عايزه، أنا ابني عايزه، ما عنديش قانون اصلا اقول ان الاب دوت غير امين والاسره غير امنه على الطفل اصلا ويمنع دوت، لا هو هيخطب. ضيفنا الكريم المتحدث في التقرير وضع ايده في الاهتمام على جزئيه مفصليه، وجود قانون يعاقب الاب اللي يطرد ابنائه من المنزل او يسمح لهم بشكل غير مباشر ان هم يخرجوا ويتسربوا من التعليم ويشتغلوا في الورش ومنها الى الشارع والمخدرات وتحت الكوبري. هل هذا الاب لابد له من قانون يعاقبه ويجرم هذا الفعل؟ هي المشكله ان احنا هنعمل القانون وانه برضه هيتسرب الاولاد، ثم تعالى من الجهة التي سوف تحاسب ذلك الأب؟ وعندما أذهب لهذا الأب وأقول له أين ابنك؟ هيقول لي مشي. أنا أعمل له إيه؟ مشي طفش. طب لازم كنت تبلغ الجهات المسؤول، فهيروح يعمل محضر في الاسم، هيقول لي الواد اهرب
وانا اروح ابلغ عنك في الاسم. فاصبحت المسألة عبء على المجتمع وعلى الشرطة وعلى الامن وعلى الشارع وعلى كل حاجة، والقوانين المكتوبة مش هتعمل حاجة. يبقى اذا لابد من ان احنا نفكر خارج الصندوق ونستفيد من تجارب الامم الاخرى. من ضمن الامم الاخرى التي عانت في وقت ما من اطفال الشوارع كانت الصين، والتجربة الصينية تمثلت في اعادة التأهيل. واعادة التأهيل انك تقبض على الاتنين مليون طفل دول، كبيرهم بقى بصغيرهم بستاتهم برجالتهم باطفالهم بكل حاجة. ولد مشرد، مفيش حاجة اسمه مشرد، سموه في الانجليزي هومليس. هومليس يعني ليس له بيت، مشرد يعني. فتمسك العيال الهومليس دول او العيال المشردين او اطفال الشوارع او سميهم زي بعض الناس يقول لك لا خلينا نقول مش عارف اصحاب ايه، بقول اللي تقول اللي بلا ماء واطفال بلا ماء. انا ما يهمنيش انك تسمي الاسماء دي كلها، الواد مش حاسس بينا، ده الواد في عالم تاني. اقبض على العيال دي واعمل ليهم معسكرات تدريب وتأهيل، صبحهم الصبح خليهم هنا. هنا هتصطدم على طول بقضية مش برامج التدريب، برامج التدريب موجودة ولا المدربين، المدربين موجودين. هتصطدم بالمشكلة الاقتصادية وهي الكلفة. مركز التدريب دي لازم ليها تكلفة مع عدد كبير زي ده. البني آدم الواحد بيتكلف في الشهر في حدود 2000 جنيه إلى 5000 جنيه ده في الشهر الواحد. فلما أقبض على 2 مليون يبقى 4 مليار إلى 10 مليار. يبقى أنا عايز من 4 مليار إلى 10 مليار. 4 مليار إلى 10 مليار يبقى 7 مليار، الوسط 7 مليار. ال 7 مليار دول تضربهم في 12. في 12 شهر في السنة يبقى 84 مليار جنيه. يعني قناة سويس جديدة. يبقى قناة سويس جديدة. يبقى العيال دي محتاجة ان احنا نصرف عليهم. طب هياخد فترة التدريب قد ايه؟ فترة التدريب هتاخد من سنتين الى 5 طبقا للسن بتاع الولد او البنت اللي مقبوض عليها دول اللي هم اطفال الشوارع. حضرتك التكلفة اذن بالشكل ده وصلنا بيها الى 80 مليار في السنة، يعني نقول كده متجاوزين 10 مليار دولار. 10 مليار دولار في 5 يبقى ب50 مليار دولار. اللي بيشرح ايه بقى في هذا المجال، الصين عملت كده، مسكت العيال وضربتهم وكذا الى اخره، ثم انها حبستهم كمان 5 سنين علشان يجيبوا لها تمن اللي اتصرف عليه 50 مليار. اشتغلوا في الخدمه العامه في المصانع وفي فراحوا مشتغلين في التليفونات وفي الكوبايات وفي الايباد وفي النظارات وفي كذا الى اخره، وبقوا منتجين وحسوا بحلاوه الايه، والحاجه اللي داخله لهم يقسموها نصين، نص يدوها لهم اجر علشان ما يكلفوهمش بقى يروحوا ياكلوا هم ويشربوا على كيفهم، ونص يسددوا بيها المديونيه اللي اتصرفت عليهم في خلال الخمس سنوات. اذا دي مساله تحتاج الى تنظيم. اللي انا بقوله ده علشان يتطبق على الواقع، ده محتاج الى جهه ما تتولاه. عندنا وزارة التضامن الاجتماعي يا مولانا معها 50 مليار دولار. لا ما معهاش حتى البداية، يعني حتى البداية في البداية كان زمان الإصلاحية كانت موجودة. البداية عايزة 80 مليار، خلاص وزارة التضامن الله يكون في عونها ما معهاش ال 80 مليار. خلينا كده يعني علشان بس نشوف برضو نفكر خارج الصندوق، نعمل ايه، نجيب منين، نسوي ايه، هكذا علشان بس نوصل لحل. هنقدر لو بحثنا، لو عملنا، لو كان في إرادة إصلاح، لو وده مسألة خطيرة جدا. لو العيال دي طلعت من الشوارع واختفت، ثم لقيناهم كمان 10 سنين معانا صناع مهرة وكذا، دول يتقضوا المنطقة
المنطقة العربية دي هي كلها يقضوها. ليبيا بتتخرب اهي، هتحتاج الى اعمار بعد كده، هم اللي عمروها. العراق بتتخرب اهي، هتحتاج الى اعمار، هم اللي عمروها. سوريا اتخربت، هتحتاج الى اعمار، هم يعمروها. وهكذا. ويتحول الكابوس اللي احنا عايزين يعيشونا فيه كابوس اهلاك واحراق الارض ومن عليها، الى الحلم والامل اللي هنقدر به. لما القذافي حب يعمل النهر العظيم جاب كوريا، وكوريا خدت من القذافي اموال بنت بها كوريا، اصبحت كوريا العظمى من الاموال بتاعه القذافي. وعين ليبيا بتدمر، ولا نهر عظيم نفع ولا اختلافنا. اذا احنا عايزين نفكر خارج الصندوق، ازاي نستغل الاولاد دول في الخير، ازاي نعيد تاهيلهم، ازاي ان احنا ننطلق بالبلد حتى من خلالهم. والامر ممكن، ولكن يحتاج الى ان تفكر بطريقه غير تقليديه. نعم. فضل الامام، البعض وهو واقف في اشاره او هو بيلف مع اولاده في الشارع فبيخبط كده في اطفال الشوارع، البعض بيتافف منهم، البعض يعني بيزعق لهم وبيزقهم، وهم ساعتها برضو يعملوا اعمال شويه بتبقى يعني مش لطيفه، ولكن نتعامل معهم ازاي؟ هل هم مجرمين؟ ازاي نقدر زي ما بنقول كده، انا اسف بصراحه، يعني ناخد فيهم ثواب؟ سددوا وقاربوا. النبي عليه السلام علمنا كده في التعامل، ان نسدد وان نقارب. اذا كنت عايز الشيء الفلسفي حوالين هذا، فهذا مجرم مجني عليه. مجرم مجني عليه. هذا جناه ابي. هذا ما جناه علي ابي وما جنيت على احد. ابو العلاء. نعم. مجرم مجني عليه دي يمكن فلسفها الأستاذ فريد شوقي لما عمل جعلوني مجرما. جعلوني مجرما بيقول ايه؟ ان انا مجرم، ما هو اعترف بان ده مخالفة وانه ده جريمة وتستحق العقاب وتستحق. ما فيش حد بيقول ان الخطأ والخطيئة كويس، انما يعني في حاجة اسمها الظروف المخففة، ان مش بايدي، انما انت اللي خليتني مجرم. لما منعت عني الاكل، لما ما علمتنيش، لما ظلمته، لما ظلمتني، لما عملت وسويت الى اخره، فجعلوني مجرما. جعلوني مجرما بالرغم ان انا واحد ابن حلال وكذا. وهي دي فكره فيكتور هيجو لما عمل البؤساء، والتاني عمل المعذبون في الارض او مش عارف ايه. الفكره بتقول ايه؟ بتقول ان ده مجرم لكنه مجني عليه. فكرة الإجرام مجني عليه موجودة. فما لما نيجي نصنف بقى فلسفيا، يعني علشان نقول إيه الحكاية، نقول ده مجرم مجني عليه، ولذلك لابد من القضاء على جريمته، ثم إعادة تأهيله رأفة به ومراعاة لحاله. بعض الناس كده بشكل فردي لما بتشوف بنت مثلا بتسرح بمناديل او حاجه بتصعب عليه، بيديها فلوس، يبتدي يعمل معاها حوار. لو هو ساكن قريب من المكان اللي هي واقفه فيه، بيقول لها طيب ما تيجي اشتغلي مثلا مع مراتي في البيت في شيء كده، وبيحاولوا ان هم يصلحوا من هذه البنت او من هذا الولد ويساعدوه ويصرفوا عليه. هل من الممكن ان تكون الاسر البديله حل؟ وكيف نضبط هذا الامر؟ ممكن تكون حل، ولكن دي عايزه صبر، عايزة تدريب. وان احنا لما حد يخوض هذه التجربة، لان مش في طاقة الناس انها تتحمل هذا، نخوض هذه التجربة نشيعها، نقول على فكرة لو عملتوا كده اعملوا كذا وكذا وكذا من الخطوات. واخد بالك؟ محمد هنيدي عامل فيلم في الحكاية دي، اللي هو بيليا. بيليا ودماغه العالية. أيوة. راح جاب ثلاث عيال من الشارع. أيوة. ولكن ورولوا الويل. وابتدوا يرتكبوا جرائم. ولكن بعض هذه الجرائم يعني عملوها بإخلاص، يعني الوجه، وهكذا. عملية معقدة للغاية. الواقع ان هذا قنبلة موقوتة، وأنها في غاية التعقيد، وأنها تحتاج منا إلى تكاتف. ولذلك لم أكن مخطئا حيث قلت إن كلنا مسؤولين عن الـ2 مليون دول اللي موجودين. الأسرة
اللي عندها هذه الرؤية المتسعة الجيدة تثاب طبعا عليها ان هي آوت هذا الولد المشرد، ولكن عايز صبر وعايز طريقة في التعامل تاني. الولد او البنت لما ياخدوهم يدربوهم على اي حاجة حتى لو كان ده خدمة في البيوت اهو اهون واحسن واجمل واقوى، وبعدين خدمة البيوت ده عمل عمل له اجر عند الله وعند الناس، دي مساعدة، واحد بشر بيساعد بشر. فاذا ايوه الاسرة البديلة قد تكون حلا، ولكن عايزين المانيوال، عايزين الكتاب بتاع القواعد للتعامل مع هذا الصنف من الناس، لأنه صنف متعب، لأنه صنف فيه إجرام، لأنه صنف مظلوم، مع أنه فيه إجرام لكنه مظلوم، إلا أنه مظلوم، مظلوم وسبب ظلم من؟ اتفقنا جميعا على التجاوز. مرة يا أخي أنا أشرح لك الحالة دي، أنا رأيتها كثيرا في العالم. رحت الهند فلقيت الشارع ما شاء الله في نيو دلهي بتاع 300-500 متر كده، الشارع مش 20 متر و 90 متر، لا ده شارع 500، الرصيف 60 متر، قاعد عليه حاجة سودة لغاية الآخر كده، ده بتاع 2 كيلو. ايه ده اللي انا شايفه ده سود ده اسود ده ايه؟ عبال ما قربت لقيتهم عيال وصبيان وبنات وعريانين ونسوان ورجالة، دول قال المنبوذين. ايوه المنبوذين، الكلام ده كان سنة 92 طائفة المنبوذين. فانا كلمت الشيخ وقلت له حاجة غريبة جدا، انتوا الناس دي ليه ما اندستوش في وسطيهم وخليتهم يسلموا؟ العقيدة الهندوسية بتقول ان دول لو اسلموا يبقى خرجوا من المنبوذية، ده العقيدة الهندوسية هي اللي بتقول كده. فحاجة ده فرصة نروح نقول لهم تعالوا اسلموا في امانة الله، تخرجوا من المنبوذية وفي نفس الوقت تبقى انسان، تكثروا يعني الاسلام صحيح. وتبقى انسان صحيح وتعملوه وكده. قال يا اخي بلا دوشه، ايه ده؟ هو في ايه؟ احنا فين؟ بلا دوشه ازاي؟ انا هم دول لا يكثرون ولا ينقصون، دول بلوى كبيره. سبحان الله، لكن انا عارف ان هم مظلومين، ان هم مقهورين، ان هم بلوى، لكن ده انسان هيتحاسب وهيدخل الجنه وهيدخل النار وهيدخل مش عارف فين اللي انتوا بتقولوا عليه. يعني هنحاسب على دول يا مولانا؟ صح طبعا. الله، انت ليه ما قلتلوش بس وعلمته؟ طب سبته ليه؟ فالمهم الحاصل ان بعد كده طبعا انا رحت الهند مرات، واخرها كان سنة 11 في يناير، فما لقيتش دول، ما لقيتهمش. فرئيس الوزراء الهندي بيقول لي انت زرت الهند امتى؟ قلت له 92، وده احنا النهارده زي 12 20 سنه وتملى زور. قال لي ازاي لقيت الهند؟ قلت له لا دي دوله ودي دوله تانية صحيح تطورت. قال لي ايه سر هذا التطور في رايك؟ قلت له الاداره. قال لي نحن صنعنا مدارس اداره غير الاداره الامريكيه والغربيه تتواءم مع اللوكال نوهاو. أيوه. هو بيقول لي كده اللوكال نوهاو يعني المعرفة المحلية. ولذلك نجحنا. قلت يا رب، يا رب أقبلنا، يا رب أقبلنا. يا رب نعمل كده واروح ملاقيش المنبوذين وملاقيش 2 مليون اللي تحت الكباري، وفي الشارع 2 مليون اللي تحت الكباري نروح نعلمهم صنعة وتبقى الحكاية حلوة. يا رب يا رب يا رب. اللهم امين. اشكر فضلتك، جزاك الله خيرا. هنخرج لفاصل بعد ما نستعرض اسئلة حضرتك، اجابات حضراتكم على سؤالنا على الفيسبوك، كيف يمكن مواجهة ظاهرة اطفال الشوارع ومين المسؤول عنها، وكمان اسئلة حضراتكم لفضلة الامام عبر الهاتف والاس ام اس. ابقوا معنا.
ازاي نواجه ظاهرة اطفال الشوارع ومين المسؤول عنها؟ ده كان سؤالنا. تعالوا نشوف بعض من اجابات حضراتكم. القانتة لله تضرعا قالت نعلمهم مكان متكامل، او نعمل لهم عفوا مكان متكامل الخدمات مع التقويم النفسي والاجتماعي، ونجعل المكان كمنتج بيئة منتجة زراعية وصناعية وحرفية. مصطفى علي بيقول المجتمع هو المسؤول عن هذه الظاهرة، حينما يختفي دوره فتش عن من له مصلحة في هذه الظاهرة. نوسى حسن بتقول طبعا لا شك ان المسؤول عن الظاهرة دي الاب والام، المجتمع مش مسؤول عن ناس بتخلف وتبني ولادهم، ونواجه الظاهرة دي بمدارس مخصصة لاولاد الشوارع زي دور الايتام بس تكون مجانية، ونعلمهم الاخلاق والتربية السليمة، ويكون احسن لو كانت المدارس دي عسكرية عشان نعلمهم الانتماء وحب الوطن وحب الله. فقلت تمام تعليق حركي يعني انا بس أنا نوسى بتقول لا الظاهره دي مش مشكلتي انا كمجتمع، مش انا المقصر، ده الاب والام دول فقط هم المقصرين. هو اصل نوسى مش عارفه ان بعض هؤلاء وكثر منهم لا اب له ولا ام. هتعمل ايه بقى؟ طب الاب والام دول في حاله موجود الاب والام، لكن اطفال الشوارع اللي موجودين معانا دلوقتي اللي بتقول عليهم 2 مليون، منهم من ولد في الشارع صحيح، من اب هو من اطفال الشوارع وام كانت من اطفال الشوارع صحيح. دي نمره واحد. نمره اتنين، الاب في السجن والام ماتت، الام في السجن والاب مات. نمره تلاته، الاب هاجر والام اتجوزت وراحت اختفت ولا نعرف عنها حاجه، ولا هو الواد يعرف. نمره اربعه وهكذا صحيح. فاذا ده في بعضهم خطف من اجل فدية وكده وبعدين شرح في الشوارع صحيح، في بعضه. فاذا هي بتتكلم على يعني شريحة يا عيني من اطفال الشوارع دي. لا اطفال الشوارع مشكلة حقيقية يعني تحتاج الى دراسات، ودراسات موجودة على فكرة، وتحتاج الى حلول خارج الصندوق، والحلول موجودة على فكرة. اذا عايزين الارادة للاصلاح، ارادة الاصلاح. اشكر فضلتك. نتحول الى الاتصالات الهاتفية. الاستاذة راوية اتفضلي يا فندم. أستاذة راوية؟ طيب أستاذة نادية؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذة نادية مش كده؟ لا حضرتك، أنا راوية معاك من السلام. اتفضلي أستاذة راوية. بص حضرتك، أنا بتكلم فضيلة الإمام، أنا أصلاً أعمل في هذا المجال، وكان من خلال الخبرة اللي حابة أقولها وحابة أخد رأي فضيلته، إن دايماً الاعتماد على الشغل مع الأطفال الشوارع على 80% منه المنح الخارجية. لما بنيجي بقى بتتوقف المنح الخارجية دي، نيجي ندور على اي دعم من احدى المؤسسات الحكومية او مؤسسات كبيرة زي مثلا بنك الطعام المصري، مؤسسة يعني اي مؤسسة بتعمل في مجال الخدمات الاجتماعية، لا يوجد اي تمويل داخلي بيساعدك انك انت تقدر تستمر، انك انت تساعد هذه الفئة، وقد تكون مشروع ناجح. يعني انا عايز اقول حضرتك مولانا، انا بقوله احنا ب 700 جنيه اهلنا اطفال شوارع تاهيل تعليمي واهلنا اسرهم، لكن لما تيجي تدور على دعم حكومي يكاد يكون معدوم، ما بتلاقيش اي حد يساعدك، حتى المجتمع بيبص لهم دايما عايز يتبرع لليتيم، لكن الفئه دي ما فيش حد باصص لها خالص. فنعمل من فضلته ان يوجه كلمه للناس، لان فعلا احنا محتاجين تبرع من ومشاركه مجتمعيه من الناس، يعرف ان اللطيم ده زي اليتيم. يعني اشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا على المعلومه دي والتوضيح. اشكرك استاذه راوي، شكرا جزيلا. استاذه ناديه اتفضلي يا فندم. ايوه، انا كان عندي بس سؤال. انا كنت اتجوزت قريب وخلفت عندي توأم، ماليش اطفال صغيرين يعني ما كملوش سنه، ما كنتش عايزه اخلف لان طبعا يعني انا بشتغل مش هقدر اراعيهم كويس. هو حصل حمل، انا دلوقتي في الشهر الثالث، هم لسه اطفال ما كملوش سنه، وانا بشتغل، فانا مش عارفه هل الايجار بيبقى حلال ولا حرام، ولا يبقى اعتراض على حكمه ربنا، مش عارفه. فانا كنت عايزه اسال حضرتك بس. كم انت عندك كم شهر يا نادي؟ انا حامل في الشهر الثالث. الثالث ولا الثاني؟ لا انا في الثالث، هم لسه ما كملوش سنه، يعني هم هيكملوا سنه الشهر ده. لا احنا هنتكلم على يعني حضرتك حامل في الشهر الثالث. بالظبط، عشان الاطفال ما كملوش سنه يعني. بالظبط تمام، الفرق. بالظبط صحيح، تسع شهور مظبوط. نعم صحيح. طيب حاضر يا فندم، تحت امر حضرتك.
شكرا جزيلا. استاذ محمد اتفضل يا فندم. استاذ محمد. معيشة. ست ام محمد. معيشة. يا ست ام عيشة اهلا وسهلا. اهلا بيك. ست ام عيشة اهلا بيك، اتفضلي سؤال حضرتك. جزاكم الله خير انت وفضيلة الشيخ. استر الله يحفظك، اتفضلي سؤالك. لو سمحت، كان فضيلة الشيخ قبل كده مشاهد كريم قال له ان هو عنده استعداد يسلف اي حد فلوس لو حد عايز يستلف، وانا كنت عايزه استلف 40,000 جنيه لو سمحت، وهدفعهم له برضه بس على دفعات. طيب حاضر يا ست ام عائشه، حاضر، سيبي بس رقمك في الكنترول. وحاضر يا فندم، نحاول نشوف مين تاني اللي كان قال كده، بس انا مش متذكر الحقيقه يعني. طيب فضل امام، بالنسبه للاستاذه راويه بتتكلم على جزئيه بيعتمدوا عشان ياهلوا اطفال الشوارع 80% منها خارجيه، واحنا هنا مفيش. لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى. اي مجهود بيحصل زي ما شفنا في التقرير وزي ما الاستاذه راويه، هي مجهودات، ولكن على عدد ضئيل جدا من الاولاد. وبرامج ما هياش البرامج اللي احنا بنقول عليها انها هتتكلف 80 مليار ل 2 مليون على مدى 5 سنين الى اخره. بيمسكوا الاولاد دول، وزي ما انا فهمت انهم بيمسكوا الاولاد اللي ليهم اب وام، فبيروحوا لهم وبيرجعوا الاسره مره تانية، وده ما فيش مانع منه وكويس جدا، بس ده مش هيحل المشكله لان العدد قليل جدا. عدد القائمين في هذا المجال مش هيتجاوز عده مئات، وموجود عندنا هنا في مدينه اكتوبر حاجه لهذا ومش عارف ايه وكذا، في محاولات كتير لدرجه انهم خلوهم يرسموا وخلوهم يعملوا اشغال وخلوهم، بس كام واحد؟ 6 16 10. انا لا اقلل من هذا، بل انا مهتم جدا بانه يبقى موجود هذا النوع، لانه ده اللي هيرسمني المانيوال بتاعي، او هو اللي هيكتب لي الكتاب. صحيح. باللوكال نهاو اللي انا طالبها. أيوة. دي اللي هي الظروف المحلية. أيوة. فراوية بتقوم بعمل جليل، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بوجه كلامي للست راوية ولمن هو على شكلتها، ان مؤسسة مصر الخير مهتمة بهذا، تتفضل تقدم مشروعها ومصر الخير هتقوم بالصرف عليه من اجل هذا المشروع القومي. ده مشروع قومي يا اخوانا. وانا بدعو المؤسسات الاخرى، بدعو كل المؤسسات العاملة في الخدمة الاجتماعية وفي الخدمة الاهلية ان تقوم ايضا برعاية مثل هذه المحاولات و تسجيلها ورصدها، لأننا في المشروع القومي لمقاومة أطفال الشوارع أو مقاومة حالة أطفال الشوارع هنحتاج لهذا هذه المعرفة المحلية. فأنا بوجه الشكر لست راوية، ثم بوجه ليها الدعم من خلال مؤسسة مصر الخير، وبدعو الناس التانيين أنهم يراعوا مثل هذه المحاولات. جزاكم الله خير. قضية الست نادية قبل 4 شهور يعني لا إثم في الإجهاض لأنه لم ينفخ فيه الروح. قضية الست أم عيشة أنت حلتها في التواصل معه. جزاكم الله خيرا فضل الإمام، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك، شوف حالك على خير بكرة إن شاء الله. والشكر موصول لحضرتكم، إلى اللقاء.